سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق في اسبانيا، يقول لنا اخر اخبار عنده ايه. اتفضل. بشكرك طبعا في البدايه زميلي امير هشام بتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. كالعاده رسائل مستمره هنا من اسبانيا، ولحظه بلحظه بنحاول ان احنا نغطي كل الاجواء والكواليس، المباراه الوديه، التدريبات الصباحيه، التدريبات المسائيه. باكد لك امير وبناكد في كل رسائلنا ان المعسكر على اعلى مستوى بصراحه، على التركيز الكبير اللي فرضه الجهاز الفني كابتن سعد عبد الحفيظ، اللعيبه كمان يا امير تعلم جيدا قيمه هذا المعسكر، يمكن معسكر مختلف بشكل كبير جدا عن كل المعسكرات. ده اللي احنا ملاحظينه ومتابعينه من جلسات اللعيبه الجماعيه الثنائيه، بيبقى في بعض الفترات زي ما بنقول بيكون فيها بعض المرح وبعض الاحاديث الجانبيه مع لاعبي النادي الاهلي، لكن اغلبيه الوقت يا امير الكل في الغرف في التدريبات، تدريب صباحي ومسائي. الفرق ما بيبقاش كبير بين التوقيت لان اللعيبه بتعود على فندق الاقامه، بتنزل طبعا على طول على الغداء وبعديها بتحاول ان هي تنام شويه، ثم التدريب الثاني بيكون في تمام الساعه 6:30، بتعود اللاعبين على العشاء ساعه او ساعتين بعد العشاء امير، ويبدا اليوم يتكرر. يعني زي ما احنا عارفين يمكن هو 11 يوم هيتكرر السيناريو ده بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، لكن كلها استفادات، كلها استفادات فنيه، استفادات بدنيه، تركيز كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي. ايضا كمان لو بنتكلم على اليوم ومباراه فريق النادي الاهلي ونيوبورت كاونتي الانجليزي، المباراه الثانيه الوديه لفريق النادي الاهلي في هذا المعسكر. المباراه الاولى كانت جرعه تدريبيه قويه، او يعني نقدر نقول جرعه تدريبيه جيده لان النتيجه كانت كبيره والفريق ما كانش قوي بالنسبه للمباراه الوديه، لكن النهارده باكد لك زميلي امير فريق مميز، فريق قوي، المباراه هتكون تدرج في المستوى. مستر مارتن لاسارتي النهارده كان عامل تدريب كله خططي صباحا، يعني حاول ان هو يقدر يعمل اكتر من تشكيل، توظيف اكتر من لاعب في مكانه او غير مكانه، بحيث ان هو النهارده يجرب اكتر عدد من لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. فعشان كده مش قادرين ان احنا نقول تشكيل ثابت، لان ممكن يعني علي لطفي طبعا بالتاكيد هيكون متواجد، لكن النهارده ممكن نشوف احمد طارق سليمان هياخد مصطفى الشوبير، يمكن لسه ما شاركش في تدريبات الكره بشكل قوي، لكن زي ما بقول لك يعني نقدر نقول النهارده علي خط الظهر نلاقي رامي ربيع، محمد نجيب، نقدر نلاقي احمد علاء، ممكن نلاقي عربي بدر، علي معلول، باسم علي، يعني نقدر نقول تشكيله ممكن تكون مختلفه، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده لعبتنا مع الجمل اللي احنا شفناها خلال الايام الماضيه والمحاضره النظريه النهارده صباحا لمستر مارتن لاسارتي اللي اكد فيها على ان لابد يكون في تطبيق لكل الجمل اللي بتطبق في التدريبات. بيحاول الراجل ان هو يعمل الثلث الامامي مركز فيه بشكل كبير يا امير، الاطراف، الضغط كمان زي ما شفنا في المباراه الاولى كان في ضغط كبير جدا للعيبه النادي الاهلي في الثلث الامامي، التغطيات العكسيه، كل الامور طبعا الخططيه والفنيه اللي ان شاء الله باذن الله يستفيد منها النادي الاهلي ويعود من هذا المعسكر في قمه التركيز، وان شاء الله باذن الله يستمر في سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام ويحصد ايضا كمان بطوله الدوري العام. نقطة كمان مهمة لو بنطمن طبعا على المصابين، اللعيبة اللي بتأهل، اللي يمكن مستمر حسين السيد ومؤمن زكريا في التأهيل والبرنامج الموضوع لهم، بجانب محمود وحيد، محمود وحيد كمان النهارده كان عنده تدريب إضافي بجانب التدريب الخاص لفريق النادي الأهلي، كلها تدريبات شاقة جدا، لكن في سعادة مع لعيبة النادي الأهلي، اللعيبة مبسوطة لأن كل ده طبعا هيخدم اللاعبين ويخدم النادي الأهلي، لأن لما اللعيبة توصل للتوب فورم في كرة القدم بدنيا وفنيا كل ده هينعكس إن شاء الله في المستطيل الأخضر في المباريات الرسمية. عارفين ان المباراة الودية ما بتبقاش بقيمة المباراة الرسمية، لكن بروفات وتأهيلات وتركيز كبير خلال الأيام الماضية والأيام القادمة إن شاء الله في معسكر فريق النادي الأهلي، وبنأكد كمان يا أمير من خلالك مباراة إن شاء الله هتذاع على قناة النادي الأهلي بإذن الله، إن شاء الله تكون مباراة جيدة لفريق النادي الأهلي، النتيجة سواء النادي الأهلي قدر إن هو يحرز أكثر من هدف شيء طيب جدا، أو النادي الأهلي قدر إن هو يكسب 2 أو 3 أيضا كمان شيء طيب جدا، المهم تكون الاستفادة كلها وصلت لكل لاعبي النادي الأهلي. عودة ليك زميلي أمير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا، مجهودات رائعة بيعملها طبعا فريق العمل بالكامل هناك في أسبانيا عشان ينقلوا لنا لحظة بلحظة كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي.